السلام عليكم، صباح الخير عليكم متابعين ديال حكيم فلوك، صبحتوا بخير عليكم. المهم اليوم ان شاء الله نهار جميل وفيديو اخر ان شاء الله. اليوم الفيديو غادي يكون غادي نصاوبوا واحد الطرح ديال المسمن في الفران التقليدي في الباديه. كما تعرفوا الناس الباديه واخا كاين البوطه وداك الشيء، ولكن ضروري الفران التقليدي. المهم خليكم مع الفيديو الاخوان وشوفوا كي غادي نصاوبوا داك المسمن في الفران التقليدي. يلا الخوت، ها هو السيمور الاخوان، ها هو شوف اول على الصباح غادي يصاوب لنا شعل لينا العافيه هنايا في هذا المجمر. عاد نايض من النعاس، هادي تقريبا دابا 7 الصباح، نوضنا بكري الاخوان. ها هو عبد الرحيم، الوجه المطلوب بقوه في الشاشات. شكون هو سيمو؟ هو عبد الرحيم. هذا بارد هذا شويه، تبدا به الاول هذا هو الفران. زيد كنت تسمع فوق التمن. علاش ماشي ما كاينش يديروا شي عبد الرحيم الحفره اللي تحت بلاصه العافيه والفوق بلاصه الخبز وداك الشيء؟ كل واحد وكيفاش يدير. ياه انتوما في حفره وحده فيها العافيه وفيها الخبز. فيها الخبز وفيها العافيه. ها جيها. شوف الجو زين. ياه كبير تبارك الله. شوف هذا كبير بالله. ياه كبير. طيب. ها تعال هو كلشي مهرس وما تسحب لها. بالعافية زيد لعبت فوق هذاك زيد. هاك شاعل 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 بعدا شاعل. رانا شي ورقة واقعة. ورقة؟ ها شاعل بالبريكة في التمن. اوه. اه. هاكاك. شي. لا ورقه هاش غادي فازك خاص ورقه. ورقه كارطون من ورقه دي ديك الداخل هري. درت من فوق هادي، درت من فوق الكام تواصل. دوك حاجة جات تبن ليها صاحبي. تصبر نشوف جا تبن وجهها هادي راه عندي راه اش بلاتي حيد شو حيد 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 هي شوف الاخر راه داير تيخلي صاحبي العافيه انا وشي درت هي وكنا هادو. اه يا صاحبي عندي راه دوك حاجة دابا المرة الأولى ديرو هكا في البلاصة هدا 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 راه غيلحقها هدا هدا المهندس هدا فاشي فين هو صاف هاهي هدا غير هداك الزلال ها شي ها معقول شنو كان يحط هنا ها مشى مثلا نهار شريف العود وهو مشى داير هاك وانت جاي بعواد باردين يلا بلاصة الخبز ايه اه. هو عبد الرحيم هذا تيقول لك ما عارف والو بحال اللي هو ولد البادية وانت ولد المدينة زعما. لا والله ما عارف حيت الشو كيفاش كيشعل كيفاش هذا ما او حمزة رقيبة حمزة حمزة راه شي واحد يعطيك شي ضربة عرفتي شنو يجي داز معاك هانتوما ها الجو ديال الصباح ها البادية تبارك الله. ها هو شعلات تعال يا كان نضرب واحد
نضربوا واحد الجوله على البهيمات نشوفوا كي ولاو. ها نتوما راه مساكن تيعرفوا التبن، الربيع مازال باش يخرجوا يسرحوا. نتوما البقيرات تبارك الله اللهم يسير. انا يا قدات الشوار خوت يا قادية دابا ما معقول. هكا تيسخن الفران مزيان، هاد البلاصه كما قلت لكم هاد البلاصه تيسخن مزيان الفران، هاد البلاصه ديال العافيه، وهاد البلاصه الاخرى هنايا ديال الخبز ومسمن وكلشي. ها هاد النبل الاول فاش يترمى الخبز خاص الفران يكون سخون والعافيه مجهده باش يتنفخ الخبز بحال هكا. هي قريبة توجد، شو كيش خرجت ديال الخوت. ها داكشي مليح تبارك الله. الاصل ياك حمزة الاصل وباقي تقليد. ها انتما الخوت باش تعرفوا شنو كاين في هذا الفران. هذا اللي لتحت ياك، هذا انت تهضري. ايه هذا راه التراب، ماشي التراب تما، راه كاين جليج تما، راه مجلج ولتحت هنايا غير التراب حجر. يا جو الحيطه مزيان. الحميه حتى الحميه ديال الحميه الحماه ندير لها فيها كلشي. هذاك الوقت راه بحال بقات خبزاغي صح، بغيتي زعما قلتي لي غير تسدها وتخليها. جيت لقى الخبز طايب هاي بنادا. شحال دار في الوقت باش صوبتيه دابا هذا؟ جبنيتي؟ زعما باش كرم؟ باش صوبتيه وكريم وكلشي باش وجد. صوبتو نص نهار كامل صاب يعني راه طلع عاد كرم؟ لا اه عاد كرم ولا بحال هكا الغيش والتبن. لما ضربتي عليه درتيه كيطيح. شكون يصوب لك لتحت عبد الرحيم ولا انت؟ ها راسك. ها تبارك الله عليك يا ودي، تبارك الله عليك، برافو عليك. المرأة البادية تحكم العبادة ولا مرأة بألف رجل. ها هو راه عندنا داك السي مهندس فاشل كدير التربة وتخلطها مع التبن. هادي هي طين الحجر. تجي كل عرام تاع الحجر وهاد كدير تبن من الفوق ودير التربه تخلطها مع التبن وتبدا تهز التبن تخلطها مزيان تملس تملس. تديرو ديك التقيبه تما ملي تنفس وتقبى هنايا. ملي كيخرج الدخان وتدخل. مزيان هكاك. ها انتوما الخوت ها الخبيزات شوف كي دايرين الخبيزات ها شوف تبارك الله. يا سلام خبز البادية زين على الصباح. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو عطيناكم معلومات كافية، وحنا غادي نشوفو معنا الفطير ان شاء الله هنايا في في الارض والربيع. ما بغاش نكسكوري. اجي هنا اجي اجي تكلم 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 عبد الرحيم. على هذا من الكسكوري هذا يا هاي تاع البرويطه راه صحيح هو قالها. اش قلبها اش قلبها واه قصيبات هذوك المنين تقلب بحال ما تكون بحال الحجره راه فاسد. حمزة شنو هاد الشيء هذا؟ دور عندنا بعدا وعطينا كريم ماو. الصباح ياك؟ هذا من الصنع ديال الفران ولا البوطة؟ هذا البوطة ما يبقاش. هذا دريت الحليب. أنت اللي مفيدو ولا؟ هذا حليب البقر ولا الحانوت؟ لا
ديال البقر هذا. ما تقولش حانوت هنا. كاينش الحانوت. وحانوت لتحت هذاك الدار. غرف طير ها هو. يضرب سيمون كاس. ثلاثة كيسان ديال سي وكاس ديال الحليب ها هو في يدو. وشحال مسمنة؟ كيقول لي كاس. ضرب خمسة المسمنات بحال هادو. بحال هادو هما. وثلاثة المسمنات عاديين وخبزة ونص. كيف تحس براسك دابا سيمو؟ أونفور. ها؟ وي. وأنت شربتي حليب تاتا؟ دوسو دوسو. أه هو أنا عارف. حمزة أنت هو ذاك العود الرقيق شحال لازم دقيق؟ الضرب والسكات نتايا غادي يجنوا بحال الحج. قال لك ما شربتش حليب وشرب. وعبد الرحيم هادو خاصك تهبطو من يكسر كوري. ها دابا غادي نهبطهم لك بالطالوبي سير عندك. ها قول لي الله يعينك. انت تنكس الكوري؟ نكس انا نكس صافي يلا. وهكا الاخوان تيسالي الفيديو. نتمنى يكون الفيديو ديالنا نال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه ودعمونا بالكومنتات. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. وتحياتي لجميع المتابعين بدون استثناء.